الرحمن نسبح الرحمن بحمده. سحابة صوف غطسل فاخر. ما شاء الله ما شاء الله. جنوب تيمه. يوم الخميس 22/6/1442 تصوير فيصل عنزي. ما شاء الله تبارك الله، سيل يردف سيل. صورنا لكم قبل حوالي نص ساعة سيل، الآن ردفوا سيل ثاني. سبحان الله سيل قوي قوي جدا، من الجال إلى الجال على قوله، يصب في البحر. قبل ضبة تقريبا بحوالي 20 كيلو. من أجمل شلالات تبوك. هاي منطقة أشتد جبل شجري 5 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذا سد الفراشة أبو أبي روافة، شلال ضخم. اليوم 4 فبراير 2021 تصوير مصلح الحربي، روافة، جنوب غرب تبوك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الخميس 4 فبراير، اللهم صيب النافع. اخوكم ابو عمر الصحيني، شمال الشهيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا قروب الطقس. 22/6/1442 شجري تبوك. ما شاء الله تبارك الله. تاريخ اليوم 4/2/2021 شرق العلا، تصوير هوايا الوفاة. ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد والشكر. أحد الشعبان جنوب العلا تقريبا 40 كيلو، طريق العلا العيس. ما شاء الله الكريم. عصر يوم الخميس الموافق 22/6/1442. ما شاء الله الكريم.
تصوير شارع. ما شاء الله منطقة ثلوج نازل عليهم ثلج. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الخميس 22/6/1442، موقعنا جنوب شرق الاعلى. ما شاء الله، صوير اخوكم وتميم البشري. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الخميس 22/6/1442، موقعنا جنوب شرق الاعلى، تصوير اخوكم ابو تميم البشري. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الخميس 22/6/1442، موقعنا جنوب شرق الاعلى. ما شاء الله، صوير اخوكم ابو تميم البشري.